مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه، ومعظمنا بيسوي كل شيء في حياته من أجل أطفاله. في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال، في ناس بيعملوا هجرة عشان الأطفال، في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم، في ناس ما بوكلوا وبيشربوا وبيدخروا مصاري عشان أطفالهم. لكن تربية الأطفال في هالأيام أصبحت صعبة. عم بنحاول الآن، الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة، بدك تعملهم إكسبرمنت، بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه، مش بس بكلام، بتفكير وبعمل. خليكم شوفوا سلسلة هاي الفيديوهات، هنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. كل واحد معاه بنسل صح؟ yes. خذوا حنلعب حنلعب لعبة اوكي اللي هي هاي في الحياة بتصير معنا كل يوم. عندك انت بنسل كويس وكل شيء تمام، كل واحد يمسك البنسل ويكسر بالنص. اوكي اوكي كل واحد في الحياة بتصير معاه مشاكل، أوكي؟ كل واحد، لا خلص واحد بس كسرت؟ أوكي، كل واحد بالحياة بتصير معاه مشاكل، ويمكن في ناس بتطلع على هاي المشكلة بقول لك أوكي أنا عندي هذا البنسل خرب، خلص أروح أكبه، صح؟ صح؟ مضبوط؟ بس في واحد تاني بقول لك لا، أنا عندي هذا البنسل كان واحد، هلا لو أنا أعمل شاربنينج من هذه الجانب وأعمل شاربنينج من هذا الجانب بيصير ثلاثة. إذا كان معاي one chance to live the life I have three already. One, two, three. So sometimes المشاكل في الحياة تعطيك more opportunities to open new doors. ولا تحطها هيك وتتيبس ممكن، بس بتطلع عندك إيش؟ broken. أما هيك you choose. So اللي بدي أحكي لكم إياه إنه في الحياة في مشاكل بتصير، you have to use هاي المشاكل عشان تعطيك قوة وتستفيد منها. في ناس كتير بيسووا بزنس من مشكلة، بيشوف صار مشكلة في الحياة بسموها نيش، بلاقي هذا النيش بصير يفكر كيف بدي أحله للناس التانية. أوكي؟ But it's okay, I fixed my pencil. Sounds good. Look, I fixed it. Okay, guys. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.